أين نزل سيدنا آدم على الأرض؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصة خلق آدم عليه السلام في مواضع كثيرة، فقد خلقه الله من تراب ونفخ فيه من روحه، ثم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له تكريما لشأن خالقه وتعظيما لأمره، ثم أمر الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام أن يدخل الجنة بعد أن أنشأ منه زوجه حواء، وكان لهما بأمر الله أن يتنعما في الجنة ولا يجوعا فيها ولا يعريا، وقد نهاهما الله عن أمر واحد هو الأكل من شجرة معينة، فغوى آدم بفعل الشيطان عن أمر ربه وأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها هو وزوجه، وحينها أمره الله تعالى بالنزول إلى الأرض هو وزوجه حواء، ومنها بدأ التناسل والتكاثر في الأرض إلى أن أصبح الناس أمما وأقواما. فأين كان نزول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام؟ وما هي حيثيات ذلك النزول؟ لم يرد نص صريح في القرآن الكريم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مكان نزول آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء، إنما ذكر العلماء بعض الأقوال في ذلك والتي ربما تصح أو يصح شيء منها على الأقل، وربما لا يصح شيء منها على الإطلاق. وتبقى تلك الروايات مما يؤخذ بجيده ويترك سقيمه إن كان مخالفا للكتاب والسنة، وكون ما جاء فيها من الأقوال ليس مخالفا للقرآن والسنة فلا ضر في نقله على سبيل الاستئناس لا الإثبات، وفي الآتي بيان ما جاء في ذلك عن العلماء. القول الأول أن سيدنا آدم نزل في الهند، بينما كان نزول حواء بجدة في المملكة العربية السعودية، وقد روي هذا القول عن الحسن البصري رحمه الله. أما القول الثاني فكان نزولهما جميعا في الهند، وأنهما لم يفترقا من حيث النزول، وقد نقل هذا القول نقله ابن كثير عن السدي رحمه الله. أما آخرون فقال هبط آدم بمنطقة بين مكة والطائف تسمى دحنة، ولم تذكر هذه الرواية موضع نزول حواء. ويؤيد هذه الرواية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن قوله أهبط آدم إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. أما بعض القدماء فقالوا هبط آدم بالصفا في مكة المكرمة وهبطت حواء بالمروة، وقد روي هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه.